نظم المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام بأكاديمية الشرطة دورة تدريبية دولية عن دور المرأة في عمليات حفظ السلام بحضور كوادر شرطية نسائية من 13 دولة إفريقية. تطلع مصر بدور محوري في منظومة حفظ السلام الدولية من خلال مساهمتها الفعالة في قوات حفظ السلام، ومنها المساهمات الشرطية التي تعد الأكبر من بين الدول المساهمة ومن بينها عناصر شرطية نسائية. وكان إنشاء مصر للمركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام بأكاديمية الشرطة تتويجا لتلك الإسهامات. من هذا المنطلق نظم المركز دورة تدريبية دولية بعنوان دور المرأة كعنصر شرطي أو مدني في مهام حفظ السلام ومناطق الصراعات بحضور كوادر شرطية نسائية من 13 دولة أفريقية. أنا سعيدة جدا وفخورة أن ألتقي بمجموعة من السيدات من القارة الأفريقية فرانكوفون وأنجلوفون، وهم من الشرطة في دولهم، ونحن نتكلم عن دور المرأة في عمليات مكافحة الإتجار في البشر في مناطق الصراعات. أهمية الفرقة دي بيرجع لدور العناصر النسائية في عمليات حفظ السلام في حماية المدنيين، خاصة الفئات الضعيفة منهم زي النساء والأطفال. التدريب في المركز يتم في إطار معايير التدريب الأممية، ويستهدف عناصر الشرطة المصرية والأجنبية الذين تم ترشيحهم أو يخدمون بالفعل في عمليات حفظ السلام. On a su que on est venu, on a quitté chez nous, on est venu en Égypte, on est dans les bonnes mains. The accommodation is good, we're well taken care of, feeding, everything, the classroom is okay. وجاء تنظيم تلك الدورة التدريبية الأولى من نوعها لتنمية مهارات وقدرات الكوادر الشرطية النسائية لأداء مهامها في حفظ ودعم السلام، وتأتي في إطار التعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية. était chaleureux depuis l'aéroport jusqu'au centre. Vraiment jusqu'à maintenant nous sommes bien traités. وتضمن برنامج الدورة عددا من المحاور النظرية والعملية، في مقدمتها دور العنصر النسائي في إدارة الأزمة الأمنية والتدريب على آليات دعم المرأة في المجتمع وحماية المدنيين وسيناريوهات عملية للمواقف الأمنية أثناء الصراعات. So coming here and having this facility is a great opportunity, and the training we're really good, because even for the first day we did the training, you will see we were all like old people, but when we've gone through the training, we are now very tamer. I've added to the knowledge that I had. There are so many things, the international humanitarian law, we've understood it better as we have been learning in the class. And also we go out to the trips that we've had outside, seeing how Egypt is looking like, the development that is there, it also added to my experiences that I've had from home. وفي ختام فعاليات الدورة أقيمت احتفالية للمتدربات أشدنا خلالها بالتطور الكبير في المنظومة التدريبية بأكاديمية الشرطة، وأعربنا عن تقديرهن وشكرهن لمصر على تنظيم تلك الدورة التدريبية المهمة. Que était très chaleureux. Déjà, je me suis sentie chez moi vraiment. Tout le personnel était vraiment aux petits soins pour nous. J'ai aimé les visites et les excursions à l'extérieur également. Ça m'a permis de découvrir un peu plus l'histoire de l'Égypte, notamment lors de la visite au musée. وتأتي تلك الدورات تأكيدا على دور مصر الريادي في مجال حفظ السلام ومساهمتها بعناصر شرطية ذات كفاءة عالية في المناطق المستهدفة، أشاد بها المجتمع الدولي وبالدور المحوري لمصر في هذا المجال. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.